ورانا في عمر 14. ازيك يا لذيذ؟ اهلا وسهلا، منوراني. مساء الخير. قبل ما تعرفيني ازاي بتعيدي تصنيع الاكسسوارز، عايزاك تقولي لي ايه الكورس اللي بتقدميه علشان تعلمي الناس ان هم يعيدوا تصنيع الاكسسوارات بتاعتهم القديمه. انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بدي كورس اكسسوارز، نوعين من الكورسات. كورس بتاع الواير جولري او اللي هو الحلي اللي بالسلك النحاس، اللي هو بيعتمد تماما على السلك، وانت كل الايتيمز بتاعته بتعمليها من مكونات السلك الرئيسيه. الكورس الثاني اللي هو التركيب واعاده التدوير واستخدام الخامات المختلفه، تدخلي بقى فابريكس قماش حاجات نص جاهزه وتتركب مع بعض. وده بياخد وقت قد ايه؟ هي كل كورس بتبقى مدته حوالي 10 ساعات، وبتتقسم على حسب كل جروب عايزين ياخدوه. بس انا حاليا بديه في المركز الثقافي ساقيه الصاوي، واحنا بنديه في حوالي 10 ساعات في الكورس، بيبقى مره في الاسبوع. طب ايه اللي خليكي تتجهي الاتجاه انك تعملي الاكسسوارز دي تصنعها وانك تعلمي كمان ده؟ بصي، هو انا اصلا مهندس ديكور وخريج كليه فنون تطبيقيه واكاديميك وكده، بس مرسي ربنا يخليك. لكن هو الحقيقه انا فكرت ان انا استهواني قوي وانا في الكليه، بما ان احنا قسم التصميم الداخلي واساس ناشف شويه، نجارين بقى وحاجات كده، كانوا بيجي لنا المسابقات بتاعت لازورديو وداماس، وكنا بنخش فور فان حاجات كده يعني. فكنا بنعمل التصميمات دي، وبعدين اتعلمت الواير جولري على ايد واحده طليانيه ودكتوره عندنا في الجامعه. احنا عندنا 15 قسم من ضمنهم معادن وحلي، فكانت فكره جديده يعني، من 5-6 سنين ما كانش متشاف قوي، دلوقتي شويه انتشر. امتى اول قطعه عملتيها؟ من قد ايه بالظبط؟ حوالي 7 سنين كده، من 7 سنين مثلا. وطبعا ما كانش بيبقى بالمستوى مثلا بتاع النهارده يعني. لاي حد بيسالني على الكورس، هو انا لازم يكون عندي خبره فنيه؟ هو انا لازم اكون بعرف امسك تولز او بعرف ارسم؟ الحقيقه لا، مش لازم خالص يعني. لكن اكيد بيبقى فيه فروق فرديه لما بيكون حد تالنتد اصلا، او أيوة موهوب. ان شاء الله يبقى موهوب في اللون، في الذوق. كنت هقول لك هي موهبه. طبعا هي الموهبه بتاثر، بس كمان في زي فكره صناعه النجم كده يعني، في ان ازاي تمشي على منهج او تسلسل يوصل اي شخص عادي ان هو يعمل حاجه على الاقل ترضي نفسه يعني. مش بالضروره كل حد يتعلم كورس اكسسوارز او حاجه في الارت يعني يبقى يعني فنان ويعرضها في معارض. اتليست هو بيرضي حاجه احتياجه الشخصي. أيوة. ان هو عمل حاجه حلوه يعني. ممكن حد يبقى بس عنده الهوايه بيجي عندك يقدر يعمل كده، ولو مش عنده الهوايه خالص، ولو فكره بس ان هو عاوز يستثمر حاجة. وقته بالضبط. في ان هو يتعلم حاجه لطيفه. هي 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 زي الكيمياء، هي خطوات. في حد زي ما تقولي كده بيقف عند ليميت معين يعني، بعد ما بيتعلم بيبقى ايه ده اخره، عارفه ازاي؟ وفي حد تاني بعد ما بيتعلم التكنيكس بيبقى شاطر جدا بقى، ويتفوق على استاذه ويعني بيثقل نفسه بقى، بيعمل حاجات مختلفه. طب قولي لي ايه الادوات اللي ممكن بتستخدميها؟ كتير ولا قليله ولا على حسب؟ بصي، هو عاده لما بيجي حد بيبقى عايز ياخد كورس فني في اي مجال، انت بتحاولي تعرفي الاول هو عاوز يكون محترف ولا دول هواه. فلما يبقى هاوي ما ينفعش تخلي الدنيا كومبليكيتد عليه او معقده، فبتدوري على ابسط التولز او الادوات اللي تخليه يوصل للي هيخليه هو ساتسفاي او راضي. والادوات متوفره جدا في حاره اليهود وفي الحسين. الزراديات مثلا على سبيل المثال. ايوه، احنا جاهزين وعلى كل حاجه. ما تقلقيش. دي زراديات شبه شويه بتاعه الكهرباء بس على اصغر، دول مخصوصين للحلي. في منها الناعمه، وفي منها الخشنه، وفي منها المدوره، وكل طول حسب الشيب والشكل بتاعها بيبقى ليها وظيفه. يعني مش واحده نقدر نعمل بيها كل حاجه. والله فكره المالتي فانكشن دي موجوده برده، بس انا بفضل ان انت يبقى عندك الحاجات كل حاجه تخصص. لانها بتفكر اللي بيتعلم اكتر. لما بيبقى مثلا عنده ثلاثة تولز مختلفين، لو نسي حاجة فبيبص على شكلها، من شكلها طبعا بيقدر يعرف دي خشنة فهتمسك، دي مدورة هتعمل لي سيركلز مثلا أو حلزونات، فبتفكره أو بتساعده أكتر. والموضوع مش سهل يعني. لا خالص، سهل جدا. لا خالص يعني. طب إيه تاني؟ إيه السلك؟ أوكي، ده السلك النحاس، ده شكل السلك النحاس، وده معمول منه القطعتين اللي على الستاند، القطعتين اللي محطوطين على الستاند. أوكي. يعني كمان شويه ما تشوفوهم يعني، دول ما فيهمش ولا قطعه
مصنعه يعني سبق تصنيعها كلها بالكامل معموله من ده. مفيش مكان اتدخل خالص، مفيش حاجه انت اشتريتيها او كده. السلك النحاس بيتميز بان هو طري، يعني هو طري جدا وسهل قوي في التشكيل بتاعه. والمنهج انا بس هقولك حاجه، انا لما جيت اتعلم في الاول كنت واخد المساله فور فان، وبعدين لما المساله كبرت في دماغي فقلت ايه، طب انا عايزه بقى يعني زي ما انا متعوده طول عمري ان انا اكاديميك، فعايزه ان انا احولها لشكل اكاديمي. لاحظت ان مش ناس كتير قوي عندنا بيعلموا، في ناس كتير بتبيع او بتشتغل الحاجه وبتعرضها، لكن مش ناس كتير بتعلم وتعلم فعلا وتقول لك اللي عندها كله. ما عندناش دي قوي، مش بس في الشغل بتاع الجولري على اعتبار ان هو بيسموها ايه مصنعيه وسر المهنه وسر المكان والحاجات دي. لا، انت فكري كده تاخدي كورس في اي حاجه ليها علاقه بالارض، يا اما هتلاقيها في حتت بره مصر غالبا وغاليه جدا، يا اما هيبقى في صعوبه مع بال ما توصل لحاجه. احنا نتكلم نجرب نعمل حاجه عشان الوقت ما يسرقناش. طيب، هو انا فكرت ان احنا بنعمل حاجه خفيفه كده، دي تبع الكورس بتاع التركيب والهضم، يعني بافتراض مثلا على سبيل المثال قوي بافتراض ما فيش بنت ما عندهاش عقد خرز طويل، واحنا وانت بتشتغلي كده هننزل صفحتك على الفيسبوك. اوكي. العقد طويل زي ما انت شايفه، اللي احنا ممكن نلبسه دورين نلفه ثلاثه. انا هتنيه، وبعد ما هتنيه واحافظ على التانيه بتاعته هربطه بحيث ان هو يبقى انا قسمته. اوكي، واخد الناحيه التانيه عشان احافظ على نفس الشكل اللي هو بقى قصير، وهربطها برده. اربعه يعني صح؟ ايوه اربعه، وهربطها. مفيش اسهل من كده يعني، مفيش. خلاص، انا كده خلصت البيس دي مثلا، ان انا خليته بقى ادوار وخليته بالشكل ده مربوط. هضيف عليه مثلا عندي عقد تاني، العقد اللي انا هوريه لك ده قديم قوي، يعني انت عارفه الموديل ده وتحسيه عجوز، يعني ده موديل بتاع ناس كبار شويه يعني عجوز حبتين، وهو مقسوم زي ما انت شايفه. انا هاخد القسمتين دول من هنا من النقطتين دول وهخليه كده بالشكل ده. خلاص، هدمجهم مع بعض، مش انا عندي فتحه اللي هي الخيط، هدخل الدايره دي في الخيط الاولاني. اوكي، وعندي الدايره الثانيه. اوكي، هدخلها هنا برضو. عملتي حاجه رابعه خالص. اوكي، ادي فكره كمان. خدي بالك كمان الدمج، انا هنا عاملاهم كلهم سيلفر، تخيلي بقى لو هم الوان. فانت ممكن على مزاجك تعملي حاجه بتوليفه خاصه بيكي. عملتي حاجه ثانيه خالص يعني. خلاص، ودي بقى مش هتصدق، يعني دي كانت في شنطه، يعني يعني كانت عارفه انت الشنط اللي بينزل عليها أيوة حاجه كده شويه مدندشه، ده بلاستيك وده حاجات فابريكس ويعني وفايبرز وحاجات يعني عفوا ملهاش قيمه قوي. ملهاش قيمه قوي ماديه يعني لدرجه ان هي بتتحط في الشنطه. فانا هروح مدخله دي برضو هنا بالشكل ده، وهدخل حاجات سهله لو فكرنا نعملها هنعملها يعني. بصي شكله بقى ازاي، حلو قوي يعني. بصي شكله بقى معاصر قوي طبعا، مختلف. اخر حاجه بقى اللي انا دخلتهم دول هربط عليهم، اربط يعني اللي انا عملته ده عشان مجهودي ما يروحش بالظبط. هرجع اربطهم تاني من هنا، واربطها تاني من هنا. انت عارفه دلوقتي بقت موضه قوي الحاجات المربوطه، بدل ما هيبقوا اتنينات كده هعمل لها عقده واعمل لها عقده، ولما احب البسه هربطه بالشكل ده. وتعمل له ريديزاين سهل وبسيط، وممكن لو زهقت تاني اقدر اشيل قطعه عايزه اطوله. يعني انا هقول لك حاجه، افرضي دلوقتي انا بوضعه ده وعايزه البسه انه طويل، يعني عايزه البسه على انه طويل. وكمان لو لبستيه على فستان عندك كنت لابساه قبل كده يغير شكله. هو الحقيقه يبقى لايق جدا انت لابساه كمان. خلاص، ممكن لو حد يقول لي لا والقصير والمحجبات والكلام ده، طبعا بان القصير بقى موضه جدا السنه دي. بافتراض ان انا عايزه طويل، ممكن اسحب واحده منهم وكده بقى طول او نزل لتحت شويه. شيك قوي يا لوزين، والحاجات كلها تجنن. وكان نفسي تبقى معايا وقت اكتر من كده، بس اكيد هتبقي معايا مره ثانيه. بجد انا كان معايا فكره ثانيه كمان. المره الجايه ان شاء الله عشان ما نخلصش كل الافكار مره واحده. اوكي، ميرسي ونورتيني.